السلام عليكم ورحمة الله. كيداير الخوت؟ لاباس عليكم؟ بخير صحة؟ مش لاباس، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واش راكم مبروكة؟ تقريبا واحد الخلطة غنديرها ان شاء الله اليوم، خلطة ديال السسكن، كاع انواع السسكن، هذا هو اللي كاين. كنت نديرها من قبل، ايوا ان شاء الله نحاول نديرها اليوم ان شاء الله. يا بسم الله، كما تتعرفوا البراقة الزوان ان شاء الله. يعني كتعرفوا السسكن عزيز عليه البذور الزيتية، ولكن لا بد نديرو في مكان اللي يحرك فيه، يكون في قفص كبير ماشي قفص صغير. شحال من واحد تيتشكى يقول لك السسكن ما تيصدقش ليه لانه تيمرض بالكبد. خير ان شاء الله. يعني بديت بالبراقه الزوان هو الاول، درت واحد جوج كيسان. بالنسبه بذور اللفت، غندير واحد الكاس ان شاء الله. بالنسبة لهذا الدخن، يعني هذا الميكس ديال الفنش، غندير فيه جوج كيسان ان شاء الله. عندك شيا الخوت، غندير فيها كاس، يعني هذا العبار ديال كاس. عندك الشيا البيضاء الخوت، هذه تقريبا الشيا البيضاء، يعني هي بحال الشيا السوداء، ولكن يعني ما فيهاش الزيوت بحال الشيا العادية. خير ان شاء الله. عندكم هذا البلت، هذا ديال هنغاريا، حتى هما ما شاء الله يعني ممتاز للسسكن. هذا بنادم ما خصيش كتر فيه بزاف لانه فيه الفات بزاف، يعني زيتيه. خير ان شاء الله. بالنسبه للنيجر، نعرفوا يعني كاع الطيور تتحب النيجر، ولكن خص لابد ما تعطيش واحد الكميه كثيره حتى ما تهلكش كبد الطيور. هذا هو اللي كاين، تنعطي نصف كاس، نصف كاس. بالنسبة للخوت، يعني زريعة ديال الشمس، الحبة الصغيرة وتكون نقية، نصف كاس. هانتوما كما تلاحظوا نصف كاس، وهذا كاس واحد. خير إن شاء الله. بالنسبة هذا الخوت عزيز على السسكن، ألا وهو الجراس، حبوب ديال الجراس. سنعطيه نصف كاس. عندنا الخوت البيريلا. البيريلا، وما أدراكم البيريلا، المنافع ديالها نعطي نصف كاس. هاد الخلطة هذيك كنت نديرها من قبل. الحاجة الوحيدة اللي نزيد على هاد الخلطة الخوت، نقولها لكم دابا، هي هذا الهامبسيد. هذا الهامبسيد، هذا حبوب زيتية الخوت. فلهذا اللي فيه الحبوب الزيتية كثيرة تنعطي يعني كاس، نصف كاس. والحبوب اللي ماشي زيتيه تندير فيها يعني كاس واحد. خير ان شاء الله. بالنسبه للحاجه اللي نزيد فيها ان شاء الله وكل شيء تعرفها، هذا الخوت تتقي الطيور من الكوكسيديا.
غندير فيها نصف ديال هذه الخلطه ديال الخوذ اللي كنت ندير هاد السيسكن. الخلطه خصها لابد تكون يعني ماشي سوداء كثيره كيف تظنوا. انا ما تنشريش الخوت، ما تنشريش كما تلاحظون غنيه بكاع البذور اللي نزيد عليها الخوت. نزيد عليها الزعتر، وما ادراكم ما الزعتر؟ اوريغانو. ممتاز الاخوان، زيدوا تبغوا تزيدوا حتى التوم تو كذلك تقدروا تزيدوه. هذا يحاول تخلط هذه الامور هذه مزيان. راه فيها الحبوب اللي تحتاجها السيسكن ان شاء الله كما تلاحظوا، يعني تنعطي مجوار عامر بهذا الميكس، وتنعطي مجوار اخر يعني فيه غير البراقة الزوان بوحدو. أتمنى يعجبكم الفيديو إن شاء الله، والله ييسر الأمور للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.